وسط المشاهد الأليمة لأحياء بلدة كراكوش العراقية، حيث الكنائس تدمي القلب لما يلفها من دمار وخراب، وبين أحضان شعب تعلم الكثير في التاريخ كيف يشهد للرب يسوع ويستشهد من أجله، أقام المطران بطرس موشي رتبة غسل أرجل التلاميذ وقداس الخميس العظيم في حضور العائلات العائدة إلى كراكوش والتي آمنت بالقيامة والسلام والموت للعنف والإرهاب. وتحت سقف مليء باللغة السوداوية لما ألم به من حرق وتشويه، وبين جدران سوداء طغت عليها قلوب الأهالي البيضاء، استهل قداس الخميس العظيم بصلاة الرمش، تبعها غسل أرجل التلاميذ أي زوية الاحتياجات الخاصة من أهالي البلدة، ومن ثم قداس الخميس العظيم. ترافق قداس الخميس العظيم جملة من التحضيرات والنشاطات الروحية الكنسية، والأهم منها بحسب ما أوضح الأب إغناطيوس أوفي هو تجديد الإيمان في النفوس وليس الاكتفاء فقط بالمظاهر الاحتفالية. غد ستبدأ الصلوات من الساعة 9 وقد تستمر إلى الساعة 1 بعد الظهر، وبعد ذلك سنعود مرة أخرى إلى الكنيسة عصرا الجمعة العظيمة، وبعد ذلك ستكون الدفنة وستكون الكنيسة مفتوحة لزيارة المؤمنين. أيضا اليوم بعد أن ينتهي القداس سنقوم بنقل القربان إلى هذه القاعة، قاعة مارمتا، ستكون هنالك سهرة صلاة للتألم مع يسوع. أما العمة وردة تحدثك عن أهم المأكولات التي تنهمك فيها العائلات تحضيرا لقيامة المخلص، كما تحدثنا عن قصتها مع التهجير وكيفية صناعة خبز التنور العراقي. خمرة وملح ومي حارة عجنه، بعدين أخلي يعني يكمل ويصير يختمر وأقطعه. ويبقى القول، سيبقى المسيح العراقي رسول سلام ومحبة أينما كان.